بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم أحبائي هو الأحد الثاني من آحاد بعد عماد الرب يسوع المسيح، اللي فيه أحبائي أيضا نتذكر بركة السيد العذراء على الزرع، كما أيضا نتذكر عيد القديسين مار أنطونيوس وأيضا مار استيفانوس. يوم حافل جدا ومليان بالكلمات والمناسبات، ولكن بما أنه تذكار بركة العذراء على الزرع رح نحكي عنها وعن إمنا العذراء مريم اللي هي والدة الإله وحاملة الرب يسوع المسيح في أحشائها. ومنطلب صلاة جميع القديسين، خاصة مار أنطونيوس ومار استيفانوس، ونحن بكنيسة مار بهنام والقديسة سارة تكون معنا جميعا. الكتاب المقدس اليوم أحبائي قرأناه عن مسامعكم بيتلو علينا في إنجيل متى الإصحاح الثاني عشر الآية 33، اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدا، أو اجعلوا الشجرة رديئة وثمرها رديئا، لأن من الثمر تعرف الشجرة. واليوم أحبائي بما أنه بركة السيد العذراء على الزرع اخترت هالآية اللي فيها نتذكر أنه أمنا العذراء مريم ليست فقط هي من باركت الزرع، إنما هي من حملت الكرمة في أحشائها، الكرمة اللي نحن منثبت فيه ومنعطي ثمار كثيرة. هاي الكرمة اللي نحن بلاها نحن ميتين وما زلنا في الدينونة، ولكن بفضل السيد المسيح علينا بخلاصه على الصليب خلص البشرية، نحن الآن أحياء، أحياء في جسد ودم، أحياء في ممارسة حياتنا معه في اتحادنا معه. اليوم أحبائي العذراء مريم هي أيضا مثال صالح في حياتنا، منها اليوم نتذكر مثل ما كان الكتاب القواقيين الفخاريين كتبوا بالقرن السادس بأوائل القرن السادس على ما قاله يوحنا الإنجيلي وما ترجمته هو: رشت أرض أفسس ونضحت بندى وطل عندما جاءها مر يوحنا يكتب العذراء التي دون فيها وجوب الاحتفال بأعياد العذراء المباركة ثلاث مرات في السنة، ففي شهر كانون الثاني عيدها لبركة الزرع، وفي شهر أيار عيدها لبركة السنابل، وفي شهر آياب عيدها لبركة الكروم التي يصور فيها سر الحياة. طبعا هذا تقليد أحبائي عم ناخده من الرسل أنفسهم، ولهذا دعينا تقليديين، لأن نحن كنيسة تأخذ بالتقليد الذي سلمه الرسل إلنا، وفي كتب موجودة بين أيدينا وما زالت موجودة حافظت عليها الكنيسة، ونحن بنستمد منها هذه التقاليد التي تطابق الكتاب المقدس. فمن المهم أحبائي نتذكر هالأعياد، من نحن بنحافظ على تقليد الكنيسة وبنفس الوقت بناخذ دروس منها. وكثير أحبائي تساؤلات بتيجي على شخص العذراء، ليش هالكل هالكرامة اللي معطاء لها، مش فقط من أشخاص خارج الكنيسة ولكن أيضا من أبنائنا ومن بناتنا خاصة. سؤال اليوم لإلنا بعد ما كتبوا آبائنا الرسل هالتقاليد وكتبوا آبائنا الروحيين للكنيسة الأولى، وبعدين فيما بعد عملوا لنا فناقيس كتب كبيرة بنصليها أيام السبوت والآحاد والأعياد، وعندنا صلوات الإشحيم، كتاب الإشحيم اللي فيه نحن بنصلي وبنذكر العذراء بشكل يومي. سؤالي إنه نحن هل نصلي للعذراء وما معنى الصلاة؟ طبعا من قبل تذكرت الموضوع الشفاعات، ونحن بنقدر نميز الآن بحسب الكتاب المقدس إنه الشفاعة الكفارية لربنا يسوع المسيح على الصليب اللي فيها كفر عن خطايانا، ولا أحد آخر بيقدر يعمل هذا الشيء. والآب أرسل ابنه الحبيب من أجلنا وخلصنا على الصليب، خلصنا بكل مراحل الخلاصية مثل عماد الميلاد، العماد، الصليب، القيامة، الصعود، كل هالمراحل خلصنا فيها. وبعدين مار بولس بيذكر شفاعة أخرى اللي هي شفاعة الروح القدس اللي بيشفع فينا بآنات لا توصف عند الآب. شفاعتين،
الشفاعة الثالثة اللي هي نسميها الشفاعة التوسلية، وكلنا بنعرف ما معناها، انه نتوسل للقديسين انه يتشفعوا لنا. طبعا احبائي، نحن اوقات كثير لانه عايشين بهالحياة عم ننسى الهدف الاساسي تبعنا اللي هو اطلبوا ملكوت السماوات وبره وكل شيء يزاد لكم. فيزاد لكم عادة نحن بنفكر فيها لانه بنرمي ملكوت السماوات وبره على ربنا، فمنحط اتكالنا على الله اوقات بشكل سطحي، اوقات بنفكر حالنا اتكلنا على الله وطلبنا ملكوته وركننا عليه بكل امور اخرى، وما بقى نفكر في ايامنا الحاليه واحتياجاتنا الشخصيه. فمننسى انه في شيء اسمه ملكوت السماوات، وملكوت السماوات هو مو فكره موجوده ونحن بعدين راح نطبق فيها ونعيشها بعدين لما يجي ربنا. لا، ملكوت السماوات هو حضور الله الثالوث الاقدس بحوله جميع القديسين وخاصة العذراء مريم والشهداء وجميع الرسل والقديسين والملائكة والشيوخ 24 وكل الذين في السماء موجودين. فهو عالم أحبائي موجود. هالعالم هو مو شيء بعيد عنا. عند الديانات الأخرى اليهودية الإسلام هو إله بعيد، ملكوت بعيد، ما عنده ملكوت. حتى الجنة بعيدة، إحنا ما عندنا جنة للأسف. في أوقات منقول يا رب دخلهم الجنة، نحن الجنة انتهت مع آدم وحواء ورح ننتقل للفردوس والملكوت. فكثير أوقات نحن مننسى بصلاتنا نطلب ملكوت السماوات، هالملكوت الحاضر قدامنا بالرب يسوع المسيح ورسل القديسين. طيب نحن لازم نميز كيف نبلش نحضر في هالملكوت، يعني كيف نخلي الملكوت فعلا قريب من حياتنا، تكون في شركة بيننا وبين الملكوت، مو فقط نيجي بالاسم أو بلا معنى أو بدون وعي للأسرار الكنيسة نطبقها ونروح ونرجع حياتنا الطبيعية. لا، اليوم لازم أحول هالأسرار لحياة شخصية أقدر أعيشها مع ربنا وأكملها بالكنيسة بالأسرار وأكملها في الملكوت. يعني أنا بصلاتي بالكنيسة والشخصية بتحت في هالملكوت. ربنا فتح بالعماد بميلاده العماد والصليب الملكوت من جديد للسماء بعد ما آدم أبونا الأرضي سكر هالطريق اللي بينه وبين السماء، وصارت الطريق رجعت مفتوحة بفضل رب يسوع المسيح، وصرنا عبر السيد المسيح نخلص ونطلع على الملكوت. ومن هون لنروح على الملكوت، أو من هون لننتقل لمكان الانتظار ليجي المسيح إله كل مجد وينقلنا في مجيئه الثاني. شو نعمل؟ طبعاً في عدة أنواع بالصلاة. فينا نصلي، الصلاة عبارة عن صلة، ولكن الصلة إلى عدة أنواع. في صلاة تسبيح، في صلاة شكر، في صلاة طلبة، في صلاة خطابية. واليوم أحبائي بعد ما نحن كنا فاهمين موضوع الشفاعات وما رح نحكي عنه اليوم، رح نحكي على أنه كيف أو شلون نحن بنقدر نعيش الشفاعة التوسلية. وطبعاً نحن لا نصلي إلا للرب يسوع المسيح، ولما نقول نحن منصلي للقديسين بمعنى نحن منخاطبهم وليس بمعنى صلاة العبادة. فنحن لا نعبد إلا الله وحده، فصلاتنا للقديسين اللي هي الصلاة الخطابية اللي أنا بخاطب معهم هي صلاة كتابية بحتة اللي فيها أنا بخاطب كثير أشياء. فحبيت أجيب لكم أمثلة من الكتاب المقدس عشان نقدر نفهم إنه هالنوع من الصلاة هو موجود بالكتاب المقدس. لما نقول مزامير الصباح يوم الأحد منقول للملائكة، من خاطب الملائكة، باركوا يا ملائكته المقتدرين قوة الفاعلين أمره سماع صوت كلامه. أول نوع من أنواع الصلاة خطابية نوجه للملائكة. النوع الثاني منوجه للطبيعة. شو منقول الصبح كمان؟ سبحيها إياتها الشمس والقمر، سبحية جميع الكواكب، يا سماء السماوات ويا أيتها المياه، وإلى آخره في مزمور 148. طيب أوقات الكتاب المقدس بيعطي مخاطبة لمدينة الله اللي هي أورشليم، وبيقول سبح الرب يا أورشليم، سبحي إلهك يا صهيون، لأنه قوي مغاليق أبوابك وبارك بنيك فيك، مزمور 147. يعني هل معقول إن إحنا عم نصلي من نعبد مدينة الله ولا بنعبد الطبيعة ولا بنعبد الملائكة؟ حاشا. أوقات كثير من خاطب الناس بصلاتنا،
ومنحكي لهم يا جميع الأمم صفقوا بأيديكم هللوا للرب يا كل الأرض، مزمور 46. أوقات كثير منخاطب أنفسنا، يعني معقول نصلي لأنفسنا؟ يعني نعبد أنفسنا؟ اللي منقول باركي يا نفس الرب وكل ما في باطن ليبارك اسمه القدوس، باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، ليو مزمور 103. بالكنيسة أحبائي من كتاب الإشحيم حبيت أجيب لكم كمان مثال كيف نحن منخاطب العذراء ومنقول ما ترجمته، ليكن ذكر المبارك العذراء ولدت الإله مؤبدا لأنها ولدت لنا في بتوليتها المسيح الملك مخلص العوالم كافة هللويا، فلتكن صلاتها معنا. طيب ليش يا أحبائي منخاطب سيد العذراء؟ ليش منتشفع فيها؟ ليش منخاطب الناس؟ ليش منخاطب الملائكة؟ لأنه هي نوع من أنواع الصلاة. ولكن ليش اليوم بالذات العذراء مريم بالذات؟ لأنه العذراء مريم بشفاعتها إلى مكانة خاصة، مكانة خاصة في السماء، مكانة خاصة على الأرض، وخاصة مكانة خاصة في قلب ابن يسوع المسيح، ابن يسوع المسيح اللي اختاره من بين كل ناس العالم من أجل إنه تكون هي أم له. ما هذا الطهر اللي هي عايشيته؟ ما هي القداسة اللي هي ربنا نفسه يختارها وتعيش يعيش فيها وهي حية قبل ما تنتقل؟ عشان هيك إنها هي منذكرة بولادتها وبنهاية حياتها، منذكر قداستها، منذكر كل شيء في حياتها، لأنه هي شخص مكرم، شخص كرمه الله لأنه هي أمه بالآخر، أعطته كل شيء من حياتها وكرست نفسها. اللي بوقت عند اليهود كان ما كان في بتولية اللي هي يعيشوها البنات، كان بعض الأنبياء يعيشوا البتولية، ولكن البنات كانوا ما يصدقوا إنه يوصلوا 13 سنة و 14 سنة عشان يروح يتجوزوا. هي بهداك العمر بثمرة زواجها أعطت كل حياتها لربنا وأعطت الخلاص للبشرية بقبولها. نعم، وبحب أكمل وأقول مع كيرلس الكبير، بابا كيرلس الكبير بابا الإسكندرية، لما افتتح مجمع أفسس وقال السلام لك يا مريم الكنز الجليل المألوف لدى العالم كله، تاج البتولية، عضد الأرثوذكسية، مسكن الإله الخالد، الأم والعذراء، مبارك لآتي باسم الرب. طيب أحبائي، بعد ما شفنا كل هذا الشيء وسمعنا أن العذراء مكرمة وتعلمنا نوع الصلوات وحكينا عن صلاة المخاطبة، في الوقت الحالي سؤال تاني بنطرحه كمان على قصة الصلاة التوسلية أو الشفاعة اللي عم نحكي عنها اليوم. طيب هل القديسين فعلا بيشعروا فينا؟ هل الملائكة، هل عذراء مريم تشعر فينا عشان لما نحن نحكي معها؟ هل بيسمعونا؟ سؤال بنسأل لأنه عند كتير ناس معنى مضلل، مفهوم مضلل على الانتقال، اللي هو مدام أنا انتقلت ما بقى لي شغل، ربنا استعملني وسكر علي وطلعني عنده، ما بقى غير أسبح بالسماء وما لي شغل تاني. ونحن بإيماننا الأرثوذكسي بالكنيسة بنشوف هل ربنا يسوع المسيح أول واحد ناخده مثال لما صعد للسماء ما رجع ظهر للتلاميذ، رجع ظهر لمربولوس، يعني في قناة هو فتحها عن طريق الظهورات عن طريق المعجزات، ولكن ليس هي الحل الوحيد لأنه عندنا إيماننا كافي. ولكن عم بجيب لكم مثال إنه السيد المسيح أعطانا هذا المثال لأنه نحن نقدر نفهم. وبعدها بنفس اليوم ظهر للأسقف حنانيا وفهموا شو يعمل مع مربولوس شاول طرسوسي. فربنا أعطانا هالمجال، أعطانا هالمفهوم بالكتاب المقدس. يعني هل فعلا القديسين هم بيحسوا فينا؟ هل أمنا العذراء مريم فعلا أم حنونة مثل ما منقول وتشعر فينا؟ من الأشياء اللي منذكرها في لبنان، في بيروت، في حي المسيطبة، لما ظهرت العذراء مريم 3 أشهر طيفة على قبة قبة الكنيسة، كل الناس عم بتشوفها تقريبا، أجوا الأساقفة من المجمع تبعنا وعاينوها. لازم نحفظ هالتواريخ من أجل نعلمها لأولادنا أن كنيستنا حية، حتى لو أنها مجاهدة في الوقت الحالي ولكن مرتبطة بالكنيسة المنتصرة، جسد واحد للمسيح. فعلا أحبائي الرب يسوع المسيح بيعطينا أمثلة أخرى
بيعطينا مثلا لعازر الفقير لما كان قاعد في حضن ابراهيم وقال له الرجل الغني شعر ايش صار فيه، تندم وابعت، بس ابعت لعازر بس يحكي لهم يخبرهم بجهنم، هو مكان انتظار كله الام قدر يشعر في اخوته. ابراهيم ولعازر قادرين يشعروا. بعدين عندنا قصة ايليا النبي. ايليا النبي بعد ما انتقل بفترة طويلة اجا ملك، وهالملك كان شرير، وبسبب شروره اجا واحد من الانبياء. هاي القصة موجودة في اخبار الايام الثانية اصحاح 21، بيقول اجا نبي من الانبياء ارسل له رسالة من ايليا النبي، وبيقول له وبيوبخ فيه، بيوبخ فيه على اعماله الشريرة، بيوبخ فيه على يعني بيقول له كرمال داود انا ما قسمت المملكة، ولكن انت سويت مثل ابائك اللي ما كرموني، لانه بنى تماثيل اصنام عبادات على الجبال مرتفعات. طب ايليا النبي منين عرف؟ ما هو منتقل، كيف ارسل واحد من الانبياء وودى رسالة لهذا الملك الشرير؟ ايضا احبائي بنشوف قصة اخرى في موجودة في زكريا اصحاح 12، بيقول تضرع الملاك من اجل اورشليم بعد 70 سنة من غضب الله على اورشليم. ملاك ايضا يتضرع من اجل مدينة، من اجل شعب، من اجل شعب الله اللي تاه بالخطيئة، والله غضب وحب انه يؤدبه من اجل يرجع. صلاة ملاك، رئيس ملائكة تريد ترجع غضب بعد 70 سنة. كيف شعر هالملاك بغضب الله فقط، ام شعر بحالة، بيقول الكتاب بحالة الناس، شفق عليهم والله استجاب. فعندنا أمثلة كثير بتدل أحبائي على شعور القديسين فينا، يعني نحن كنيسة واحدة، وهذا واحد من الأشياء أحبائي بالشفاعة والصلاة التوسلية وطلب صلوات القديسين، لأنه أمر كتابي بيعبر عن إيماننا بقيامة الموتى، بيعبر أنه آبائنا ونحن بعد عمر طويل ما منموت، لا نحن مننتقل. وإذا أنا بالجسد عم بحاول أساعد الرعية، أساعد نفسي، أساعد عيلتي، أساعد أحبائي اللي حوالي، وما بقدر لأنه عندي سبب اللي هو جسد مكبلني أقدر أنتقل مثل جسد القيامة، ليش أرفض نعمة ربنا عم بيعطيها أنه أعيش بالقداسة من هون عشان لما أروح على السماء أقدر أشتغل أكثر من هون، لأنه ما بيكون عندي جسد، وربنا بيعطيني فرصة أكثر أنه أساعد ناس يعرفوا ربنا أكثر وأرجع ناس كثير للإيمان، مثل ما عم نشوف ظهورات القديسين الحقيقية، إنه في منا ظهورات من إبليس. أحبائي نحن منعيش بشركة مع القديسين، جسد واحد للمسيح. والسؤال اللي بيجي عبالي، هل الله ظالم؟ طبعا لا، وكلنا بنعرف الجواب حتى لو معرفة فكرية، ولكن ليش عم بسأل هالسؤال؟ إنه معقول الله في فكر كثير ناس بيعطي إبليس مجال إنه يجربهم ويطيح حظهم ويهلكهم يعني كل شيء يعمل فيهم، وهو روح بس روح شرير لهالدرجة؟ الله ما بده يكون عادل ويعطي أيضا لأرواح القديسين مجال إنه يسندونا، يعزونا، يقوونا، يدافعوا عنا؟ ليش؟ الله عادل، وما أنه عادل يوزع بين القديسين، وبيعطينا كمان قوة، بيعطينا ملاك حارس، بيعطينا شفاعة قديسين، مثل ما بيسمح لإبليس أن يحاربنا عشان يكون مسألة عادلة، ونحن بعدين نعطي حساب لمين نحن استغثنا ولمين التجأنا ولمين ومع مين عشنا. أحبائي بكون هيك أنا شرحت كتابيا شفاعة القديسين، صلوات نوع الصلاة الخطابية، الصلاة اللي نحن نتواصل فيها مع القديسين، اللي فيها نحن نطلب منهم وليس نعبدهم. ويا ريت أحبائي نحفظ هالمراجع عشان لأي أحد سألنا ما نكون ساكتين وخجلانين ونصمت، وإنما ندافع عن الكنيسة ونشعر إن نحن فعلا نقدر نفهم الكنيسة، نفهم العقيدة، لأن أنا مثلي مثلكم، ولكن أنا اخترت بعض المكرسين من الناس، بعض الكليروس اختاروا أنهم يكرسوا نفسهم من أجل خدمة الكنيسة، ولكن نحن وإنتوا نفس الشيء، ما في فرق، إنتوا لازم تدافعوا عن الإيمان، إنتوا لازم تحفظوا كتاب مقدس،
نحن لازم نحفظ سير القديسين، نحفظ العقائد عشان نحن نكون فعلا مدافعين للموت انطر الأمر على وزنة الكنيسة، وزنة ربنا أمننا عليها، نحافظ على وزنة وديعة الإيمان. إيش أحبائي منريد من إمنا العذراء مريم في هذا اليوم عيد بركتها في الزروع؟ اليوم أحبائي نطلب بالبداية على لسان مريم يعقوب السروجي لما يقول صلاتك معنا أيتها المباركة، صلاتك معنا، إن الرب يستجيب إلى صلواتك ويغفر لنا، فتضرعي أيتها الممتلئة نعمة، والتمسي من هو مملوء رحمة ليرحم النفوس التي تطلب الرحمة. آمين. اليوم أحبائي قبل ما أنهي بقول القديس يوحنا ذهبي الفم، اليوم أحبائي إيش بدنا نطلب من العذراء مريم إمنا؟ إيش بدنا تتشفع لنا عند ابن الوحيد؟ صلينا كثير والمرض موجود بعد، شفعنا وطلبنا، ولكن أحد من الآباء القديسين بيقول لا يكفي أن نصلي مرة ومرتين باليوم. مار أفرام السرياني بيقول إذا ما صليت ساعة باليوم لا تحسب هداك اليوم من حياتك. نطلب من العذراء مريم أحبائي اليوم بعيدة أنه فعلا تبارك الزرع القليل اللي نحن عم نزرع فيه بحسب طاقتنا، بحسب قوة الموجودة عندنا. يا إمنا العذراء مريم تشفع لابنك أنه يرفع غضب هالعالم، تشفع لابنك أنه ما نفكر بأمر الكورونا وكل التجارب اللي نمر فيها والأمراض، إنما يعطينا فكر روحي، فكر سماوي، ونكرس ونخصص كل هالتجارب من أجل ننمو في نعمة ابنك الوحيد. أطلب منه أنه يرفع كل ثقل على أكهالنا، على أكتافنا، يرفع كل تعب وضغط وضغوطات المرأة اللي بتشعرهم في البيت، اللي بتم عايشة بالمطبخ، بتم عايشة بس من أجل أولادها. أطلب من ابنك أنه يرحمهم، يساعدهم أنه يقعدوا مع أنفسهم. أطلب من ابنك يعلمنا كيف نصلي، أطلب منه أنه يساعدنا نفهم وما نتمنى نحس بالذنوب ونحس بالأوجاع ونلحق التجارب، إنما نعرف نشعر بطعم السلام، السلام اللي نقدر ندوس فيه عسل العالم. أطلب من ابنك أنه تحضر يوم انتقالنا من هاي الحياة. أنت دافع عنا من أرواح الشرير والجنود المتربصة إلنا. أطلب منك أنه تتشفعي لنا، أنه يفتح عيون الروحيين، نكون أمناء على الإيمان، مش الأبونا وحده اللي يقول، كل واحد في الكنيسة يكون مدافع عن الإيمان. أطلب منك يا عذراء أنه لا تخلينا نبقى عايشين في آلام التربية اللي عشناها هالأيام، القسوة، البرفكشن، الكمالية، عدم قبول الأخطاء، وإنما علمينا. أطلب من ابنك يعلمنا يرسل روح القدوس من أجل ينقي فكرنا، يعلمنا نتواضع، يعلمنا نسأل الروح القدس، يعلمنا نسترشد ونصلح قدام أولادنا، نتأسف منهم، نرجع نبني بيتنا البيت من جديد. هاي الفرصة اللي أعطانا إياها ابنك الوحيد كأولاد روحيين لنفهم الوضع اللي نحن فيه. اطلب من ابنك الكنيسة ترجع تحيا من جديد، اطلب من ابنك يرجع لنا كهنة قديسين رهبان بيصلوا، اطلب من ابنك يرجع لنا خدام يخدموا الزرع الكثير اللي ما فيه خدام قليلين. تشفع إلى ابنك من أجل حالتنا الروحية اللي منعيشها في ضعف، عم نتساوى بحياتنا مع العالم، نتساوى بحياتنا مع أهل الدنيا. اطلب من ابنك إنه يرحمنا ويرفع غضبه عنا بسبب وجود الخطيئة اللي احنا عم نعيشها. نشكرك يا عذراء إنه دائما أنت حنونة وبتسمعينا، أنت الأم اللي بترجع أولادها البعيدين، اللي بترجع الخطاة، اللي بترجع الضالين، صالح المتخاصمين. واسمعينا بطلبتنا السهران اللي رح نطلبها كمان شوي. نشكرك يا عذراء على محبتك لإلنا، نشكرك على وجودك دائما معنا، نشكرك على حنانك اللي بيقول القديس يوحنا ذهبي الفم رغم عدم استحقاقنا، رغم الناس الكثير الضائعة. وبختم بوعظة اليوم بيقول مع يوحنا ذهبي الفم جعلت مريم والدة لله ليحصل الخلاص للكثيرين الذين بسبب حياتهم الشريرة لا يمكن إنقاذهم وفقا لميزان العدل الإلهي. يعني هدول الأشخاص لازم
يتعاقبوا بحسب العدل الإلهي، ولكن بسبب حياتهم الشريرة أيضا. ولكن العذراء مريم ربنا جعلها من أجل خلاصهم، من أجل خلاص الكثيرين. ويكمل بيقول ولكن يمكن إنقاذهم بمساعدة عطفها الرؤوف وشفاعتها العظيمة. عطفها الرؤوف وشفاعتها العظيمة. يوحنا الرسول القرن الأول تلميذ ربنا، مار يعقوب السروجي بابا كيرلس قبله، مار يعقوب بالقرن مع مجمع أفسس، مار يعقوب السروجي في القرون بعده وما بعده وما بعده للجيل اليوم. الذي يفهم هذا الكنز بيقدر يأخذ منه، وقد ما فيه خليه يأخذ، لأنه قد ما فيه بتمه كرم الله وشفاعة العذراء وسيعة وكبيرة غير محدودة، لأنه نعمة الله غير محدودة. ولربنا بليه كل مجد وإكرام وسجود وعزة وقوة وقدرة الآن وكل أوان دهر الداهرين. آمين.